السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو خاص بشرح ديال المادة ديال الانتروديكسيون على الإيكونومي ديال السمستر 1. في هذا الفيديو هذا نطرق باش نشرح لكم واحد البارتي في الكور اللي كيقراوها بعض الطلبة تقريهم لي بروف ديالهم، اللي هو لاموني. أول حاجة نبداو شنو كنعنو بلاموني، لا ديفينيسيون دو لاموني. La monnaie est constituée de l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour régler leurs transactions. C'est un bien d'échange généralement accepté par une communauté de paiement. La monnaie, ou نقود, مش كتكون نقود. نقود هي المجموعة ديال les moyens de paiement, ديال الوسائل, ديال الأداء, ديال الخلاص, ديال paiement. Les qui mélèquent les agents économiques, soit qu'un ménage, soit entreprise, soit institution financière, bref, agents qui mélèquent, qui s'utilisent les agents pour régler leurs transactions. Donc la monnaie est l'ensemble des moyens de paiement les qui mélèquent les agents économiques pour régler leurs transactions. C'est un bien d'échange généralement accepté par une communauté de paiement. Yani, la monnaie est le bien d'échange, les qui t'aident, le bien, les tannouhs. Facilement mobilisable, يعني la monnaie كتحرك. Donc bien d'échange. مثلا انا كنبغي نشري هذا كنعطي la monnaie comme moyen d'échange. كنبغي نشري مثلا واحد البيان كنعطي بالمقابل la monnaie. Donc j'échange la monnaie contre le bien. Donc هاد la monnaie c'est un moyen de paiement راه le bien اللي هو accepté. اي واحد كيقبل الفلوس، اي واحد عطيت الفلوس راه يقبلها عندك. شوفوا دابا pourquoi la monnaie est-elle créée. علاش la monnaie تخلقات؟ La monnaie est-elle créée pour faire face aux inconvénients des trocs? Le troc ou le muqayada. Yani qbel ma tban la monnaie, qbel ma tkoun nqoud, kinti ila bghiti tchri mathala wahed sel3a wahed le bien, khassak dir le muqayada, tjib wahed le bien w tbedlo bla monnaie. Donc hadi ktsma l'économie de troc. Qbel ma ykoun l'économie monétaire, ra kayen l'économie de troc, yani l'iqtisad dial le muqayada, yani ktbedl sel3a bsel3a. Daba tkhlqat la monnaie باش نتجنبوا باش نتغلبوا على هاد العيوب ولا على السلبيات ديال لو تروك ديال ليكونومي دو تروك ديال المقايضه. من لي بروبليم اللي كتواجهنا في لو تروك هو بروبليم دو ستوكاج دو بيان اي لو ديتيريوراسيون افيك لو طون. بروبليم دو ستوكاج يعني مثلا انا بغيت نبيع واحد السلعه، بغيت واحد لو بيان، كنمشي كنقلب على واحد الشخص اللي محتاج واحد البيان ديالي وكنبدلو معاه يعطيني البيان ديالو. دونك هنايا كيكون عندنا مشكل دو ستوكاج، بروبليم دو ستوكاج، لان البيان كنعرفوا ان البيان افيك لو طون كيوقع عليهم لا ديتيريوراسيون، يعني كيخسروا كيتلفوا مع الوقت. ماشي بحال لا موني، ماشي بحال لا موني. موني واخا تستوكي ما كتخسرش، لا موني كتبقى في موني، هي موني فلوس ما كيخسروش. عمرك مشيتي حطيتي الفلوس جيتي تلقيتهم تقطعوا ولا تلقيتهم تلفوا عتلوحهم؟ نو، ماشي بحال السلعه. مشيت انا مثلا بدلت، درت مقايضه مع واحد الشخص عطاني واحد البيان، مثلا بغيت انا مثلا شي حاجه، مشيت عطيته مثلا واحد الكيلو ديال البوم ديال التفاح. دونك هذاك الكيلو ديال التفاح قايلته مثلا بكيلو ديال البنان، هذاك البنان عطيته ليه هو استهلكه، وداك البوم عطاه ليا وحطيته. مع الوقت راه البوم كيقدر يخسر، دونك كيكون بروبليم ديال ستوكاج. ماشي بحال لا موني اللي مشيت مثلا انا بغيت نبيع كيلو دو بوم شي واحد، عطيني بلاصتها مثلا واحد 10 دراهم، هذيك 10 دراهم نحطها واخا تفوت عام ولا عامين غتبقى 10 دراهم 10 دراهم. يعني ما كيوقعش لا ديتيريوراسيون. اوسي عندنا ليكزيستونس دو بيان انديفيزيبل، بوسيبيليتي دو نو تروفي با اون بيرسون كو لو بوزوان دو فوتر مارشانديز. كاين بروبليم ديال انديفيزيبل، يعني مثلا كاين دي بيان كي سون با انديفيزيبل، يعني ما تقدرش تقسمهم. كاين دي بيان ديفيزيبل نتقسمهم، مثلا انا مثلا خبزه راه ديفيزيبل، ممكن تقسم خبزه، تقدر يبيع لي يعطيك نص خبزه ولا ربع خبزه. ولكن كاين دي بيان لي سون با انديفيزيبل. مثلا انا بغيت كيلو ديال التفاح، شنو لو بيان اللي عندي؟ عندي مثلا انا غير واحد اون طابل، بغيت نبدل طابل التفاح، مشيت عند داك الشخص باش يعطيني كيلو ديال التفاح، ما يمكنش يجي عندي اون طابل، الانطابل راه اغلى من كيلو ديال التفاح. دونك هاد الانطابل ماشي ديفيزيبل، امبوسيبل باش تقسم الطابل، باش نعطيه ربع طابله الا قسمتها راه مشات هكا. دونك يكون بروبليم ديال ان لي بيان سو سون انديفيزيبل. باغ كونطخ اوسي كيكون لا بوسيبيليتي انك ما تلقاش واحد الشخص اللي قبل البيان ديالك. مثلا انا باغي التفاح، عطيت واحد الشخص
بنعطيه مثلا عندي لورانج، قلت ليه هاك لورانج مقابل تفاح، يقول لي انا لورانج ما قابلوش، خصني نقلب على الشخص اللي يقدر ياكسبت ليا لو بيان ديالي، ماشي بحال لا موني. لا موني عندك في جيبك، اي واحد مشي تشتري عنده راه يشد عندك لا موني. دابا نشوفوا لي فورم دو لا موني. هنا كاين عندنا لي فورم اونسيان دو لا موني، كاين لا موني مارشانديز، لا موني مارشانديز هادو فورم اونسيان، التقسيم القديم ديال لا موني. لا موني مارشانديز او النقود السلع فيهم لي بيتاي لي كوكاياج لي بار دو سيل. يعني كانوا كيعتمدوا مثلا على لي كوكاياج، كانوا كيعتمدوا على مثلا دوك ما يسمى بدوك الماشيه، كان لا ماشيه هي وحده ديال النقود، كانت لي كوكياج دوك الصدفات، كان لي بار دو سيل هذوك القطع ديال الملح، كانوا هادو هما يسمى بلا موني مارشانديز. كاين لا موني ميتاليك او النقود المعدنيه، لا فورم دو لا موني كي فيف كي فيان ابري لا موني مارشانديز اي لا موني ميتاليك يوتيليزاسيون دي ميتو بريسيو اور ارجون برونز، كانوا القطع المعدنيه يعني كنستعملوا المعادن النفيسه بحال الذهب والفضه والنحاس، كاين كيستعملهم بحال لا موني. نشوفوا دابا لي فورم اكتويل دو لا موني. بور لي فورم اكتويل دو لا موني عندنا لا موني ديفيزيونير. شنو هي لا موني ديفيزيونير؟ ال كونستيتي بار دي بيس او موني ميتاليك. Il appelle divisionnaire car les pièces représentent autrefois une fraction de l'unité monétaire. Les pièces sont fabriquées par la trésorerie, par le trésor public et mises en circulation par Banque Al-Maghreb, Banque Centrale. Nous, le premier des les formes actuelles de la monnaie, c'est la monnaie divisionnaire. La monnaie divisionnaire, c'est les pièces métalliques ou les nocodes mardiniens. Nocodes mardiniens. Les nocodes mardiniens, شكون اللي كتصنعهم؟ كتصنعهم دار السكه وتريزور بيبليك الخزينه العامه. وشكون اللي كيدير لهم لا ميز اون سيركيلاسيون؟ هو لا بنك سنترال اللي هو بنك المغرب. النوع الثاني ديال لا موني هو لا موني فيديسيير. لا موني فيديسيير il s'agit tout simplement des billets de banque، هما داك الاوراق البنكيه يعني فلوس اوراق. لا موني سكريبتورال، لا موني سكريبتورال il s'agit de simple écriture effectuée par la banque dans les comptes des agents économiques parmi ses instruments les chèques, les virements et les cartes bancaires. La monnaie scripturale هما هذيك les écritures effectuées par les banques dans les comptes des agents économiques. يعني مثلا هذيك لا موني اللي كتكون بلا بنك، ديك لي موفمون بانكير ولا لي زوبيراسيون بانكير. مثلا شيك، شيك راه كتعتبر موني سكريبتورال، راه ماشي نقود، راه شيك. شيك راه كتمشي مثلا تشري عند شي واحد كتعطي الشيك. الفيرمون يعني مثلا بتشري عند شي بتاخذ شي حاجه كدير فيرسمون ولا فيرمون، يعني كتحول الفلوس من الكونت لكونت، ولا كتمشي تمشي للبنكه وكتحول لي الفلوس ديالو. ولي كارت بونكير، لي كارت بونكير راه موني سكريبتورال، يعني كتمشي كتخلص بلي كارت بونكير ولا كتيلي الفلوس بالكارت بونكير. انفان عندنا لا موني الكترونيك. لا موني الكترونيك النقود الكترونيه سي لوتيزاسيون دي تكنيك انفورماتيك مانيتيك اي تيليماتيك. La monnaie électronique est une monnaie immatérielle et elle est matérialisée à travers l'utilisation de porte monnaie électronique, des cartes de paiement et de l'internet. Et dans ce cas, on parle de la monnaie virtuelle, comme par exemple de mini de paiement online. La monnaie électronique, هو الاستعمال ديال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في البيمون. يعني ما يسمى بالبيمون اونلاين، يعني كتشري اونلاين ولا البيمون بار لا كارت دو بيمون. مثلا كتمشي لواحد تشري شي حاجه، انت ما عندكش الفلوس، ما هز معاك النقود وراق، ولكن هز معاك لا كارت غيشي ديالك، كارت بونكير. كتمشي كيعطيك واحد لا ماشين كدوز فيها الكارت بونكير ديالك وكتخلص. دونك هذه هي لا موني الكترونيك، سيتادير ليتيليزاسيون دو لانفورماتيك ولا تكنولوجي بور لو بايمون ديال لي ترانزاكسيون. دابا نشوفوا لي فونكسيون دو لا موني، شنو هو الدور ديال لا موني، الوظائف اللي كتلعب لا موني. عندنا اول حاجه لا موني اون طونك ريزيرف دو فالور. La monnaie est capable de prix. Dans l'économie de troc, les opérations d'achat sont instantanées, alors qu'avec la monnaie, il devient possible de vendre sans acheter. يعني من قبل كنت إلى بغيتي تبيع شيء حاجة ولا بغيتي تشتري خصك ضروري تبيع. نبيع ونشتري في نفس الوقت. كان عطيك يعني كان نبيع لك وكان نشتري من عندك. كتعطيني هذا البيان مقابل هذا البيان. دونك هذا هو الديفو اللي كان في ليكونومي دروك. ولكن دابا باغ لا موني ممكن انك تشري بلا ما تبيع وتبيع بلا ما تشري. اون جينيرال دو كا سوبوز اون بو ايشانجي لا موني كونتر نامبورت كيل بيان كون اون بو لا كونسيرفي بور انجيزاسيون التيريور اي بار كونسيكونس اون ريبورت لو بوفوار داشا. يعني كيفاش لا موني اي ريزيرف دو فالور؟ يعني لا موني كتحافظ على القيمه ديالها. ممكن ان يكون عندك الفلوس تشدهم
تخبيهم عندك شهر شهرين ثلاث شهور، هذيك 100 درهم غتبقى هي 100 درهم، هذه وقع لها حتى شي حاجه. ماشي بحال ليكونومي طوك، بدل سلعه بسلعه، هذيك السلعه تحط تدوز عليها غير يومين ثلاث ايام، تقدر تخسر، تقدر القيمه ديالها تنقص. باغ كونتخ لا موني كتحافظ على الفالور ديالها. لا موني اون طونك يونيتي دو كونت، voici là les حساب. En tant qu'unité de compte, la monnaie est une unité de mesure de valeur. يعني واحد القياس القيمة. Donc la monnaie كتعطي للبيع القيمة ديالو. لو كانت لا موني ما نقدروش نعرفوا القيمة ديالو، تنقول هذا الثمن ديالو 10 درهم، هذا 20 درهم، 30 درهم. Donc la monnaie هي unité de compte. La valeur d'un bien exprimée en monnaie et le prix de ce bien. يعني la valeur ديال واحد البيان كنexprimer ليها، كنعبروا عليها بلا موني. Le prix ديال البيان كنعبروا عليه بلا موني، نقولوا ب 10 درهم، 20 درهم، etc. Le prix est donc la représentation monétaire de la valeur d'un bien. Le prix هو هذاك اللي كنمثلوا به القيمه ديال واحد البيان. لا موني سير نو سولمون ا ديتيرميني لا فالور دان بيان، مي ا فير دو كومباريزون اون دون ليسباس اي دون لو طون. يعني لا موني راه ماشي كتعطيني القيمه ديال البيان، ايضا كنقدروا نديروا واحد المقارنه في ليسباس، يعني في المكان والزمان. اون تيرم ديسباس لا موني بيرمي دو كومباري لي بري دي ديفيرون بيان سور ا مارشي دون بار et de comparer les prix d'un même bien sur différents marchés d'autre part. يعني en termes d'espace في المكان لا موني ممكن ان نقارنوا بها لي بري ديال لي ديفيرون بيان في نفس المارشي ولا في دي مارشي ديفيرون. غنلقى واحد البيان نفس البيان اكس راه بلا موني كنعرفوا هذا كتلقاه ديال لي 11 درهم، 12 درهم، 13 درهم، 14 درهم. دونك عن طريق لا موني كنديروا لا كومباريزاسيون في ليسباس. اوسي En termes de temps, la monnaie permet d'anticiper les prix. T'as le temps, t'as le zaman. La monnaie, même quand t'as le matin, t'as le adi, t'as le matin, t'as le chadrem. Quand t'as le bar, t'as le drame. Donc, quand t'as le zéad, t'as le drame. Donc, quand anticipé, ou la gdem, même quand t'as le chadrem. Donc, quand t'as l'anticipation, t'as le prix de les biens. Dernière fonction, ou la monnaie en tant que moyen de paiement. Et ni, voici là, les kandirubiha. L'aide ou la classe des transactions. La monnaie permet de régler les échanges. Alors, elle sert à effectuer, faciliter les transactions des agents économiques, achats, ventes. Il y a une monnaie qui sert à le paiement, la classe. Il y a une les échanges. Il y a une chose, les biens ou services, une chose. Donc, la monnaie, en tant que moyen de paiement, c'est-à-dire la monnaie, c'est un moyen de règlement de transactions. D'abord, il faut la masse monétaire. La masse monétaire, il y a l'offre de la monnaie. La masse monétaire peut être définie comme la quantité de monnaie disponible en circulation dans une économie à un moment donné. La masse monétaire, il y a des kimia de la monnaie qui dort dans le pays. Il y a la masse monétaire, il y a l'offre de la monnaie. Cette quantité joue un rôle très important dans l'économie et doit être mieux contrôlée. La masse monétaire va jouer un rôle كبير في l'économie. La quantité de l'argent qui dort dans le pays. خاصها تكون ميو كونترولي، خاصها ضروري هاد الكمية ديال الفلوس اللي كدور في البلاد خاصها تكون مراقبة، خاصها تكون بيان كونترولي، كاغ إل بو إنفلونس لي فاريابل إيسونسيال لي زوشونج إكستيريور، لأنها كتأثر على لي فاريابل إيسونسيال، سيرتو لي بري، وكتأثر على لي زوشونج إكستيريور، كتأثر على لي زيكسبورتاسيون إمبورتاسيون. أو ماروك لا ماس مونيتار إي فيكسي باغ بنك المغرب، بنك سنترال. دونك في المغرب شكون المسؤول على كرياسيون مونيتير، شكون المسؤول على الفيكساسيون ديال لا ماس مونيتير، شكون اللي كيحدد لا كونتي دو لا موني خاصها تدور في البلاد؟ هو بنك المغرب. لوبجيكتيف كونسيست بور لا بام ا فيكسي ان تو دو كرواسونس بور لوغمونتاسيون انيال دو لا ماس مونيتير. يعني الدور ديال لا بنك المغرب، لا بنك سنترال ماروكا، في لا كونترول ديال لا ماس مونيتير، انه يحدد واحد لو تو دو كرواسونس بور لوغمونتاسيون انيال دو لا ماس مونيتير. يعني خاصو يحدد واحد المعدل ديال واحد المعدل ديال التطور ديال لا ماس مونيتير في البلاد. يعني خاص لا ماس مونيتير كل عام زاد نزيد واحد 1% ولا 2% ديغون لاني. لا بام ديفري دونك يوتيليزي تو لي انسترومون كي سون ا لور ديسبوزيون بور كو لا ماس مونيتير دو سبا لو نيفو فيكسي. يعني خاصو يستعمل جميع لي موان ديالو كما يسمى بلا ماس لا بوليتيك مونيتير. خاصو يستعمل هاد لي بوليتيك مونيتير باش يقدر يكونترولي لا ماس مونيتير باش ما تفوتش النيفو البلاد. لان الفلوس الا كثرت في البلاد راه مشكله، والا الا قللت راه مشكله. الا كثرت الفلوس راه كتسبب لنا الانفلاسيون، ارتفاع الاسعار، والا قللت تسبب لنا الديفلاسيون، يعني انخفاض الاسعار. لوغسكو لا ماس مونيتير ديباس لي ليميت ال بو انفلونسي نيجاتيفمون لي زاكتيفيتي ايكونوميك سيرتو لي بري اي لو بوفوار داشا دي زاجون. الا كثرت الا هاد لا ماس مونيتير قللت ولا كثرت في البلاد راه كتاثرنا على لي بري.
وكتاثرنا على لو بوفوار داشا، القدره الشرائيه ديال لي زاجون ايكونوميك، لان بو دو موني فلوس قليله كتسبب لنا ديفلاسيون انخفاض الاسعار، و ترو دو موني كتسبب لنا لانفلاسيون ارتفاع الاسعار. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون، ان شاء الله غنزيد لكم حوايج اخرين بالنسبه لهذه الاكسبليكاسيون ديال لانتروديكسيون ا ليكونومي.